في مال وأعمال، أنا دينا سالم. لدينا اليوم تغطية خاصة لمنتدى روسيا إفريقيا المنعقد في سوتشي، والذي يدشن لعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية أكثر قوة ومتانة في الفترة المقبلة. كونوا معنا لمتابعة لقاءاتنا بالمشاركين، وأيضا التعرف على كل الفعاليات الدائرة في جلسات اليوم. فاصل قصير ونعود إليكم. أهلا بكم. هناك حضور قوي وبارز للوفد المصري والوزراء المصريين هنا في سوتشي في منتدى روسيا إفريقيا. تشرفنا الآن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي شاركت في عدد كبير من الجلسات كمتحدثة رئيسية. دكتور هالة، أهلا وسهلا بحضرتك، وطبعا بشرفنا أن تكوني معنا على أكسترا نيوز. خلينا بداية نتحدث عن الجلسة اللي انتهيتي منها منذ لحظات، جلسة Doing Business in Africa، أو يعني القيام بالأعمال في أفريقيا. ما هي الرؤية؟ طبعا احنا بنتكلم هنا يعني المنتدى الافريقي الروسي من المنتديات الهامه جدا، ومصر طبعا في اطار رئاستها للاتحاد الافريقي، فاحنا مشاركين الوفد المصري زي ما حضرتك اتفضلتي في عدد من الجلسات. هذه الجلسه طبعا هي من الجلسات الهامه اللي بنتكلم فيها على ما هي الفرص وما هي التحديات الموجوده بالنسبه للقاره الافريقيه. هناك العديد من الفرص، وزي ما اكدت في الكلام في الجلسه انه القاره الأفريقية من أهم بها العديد من الفرص. إحنا النهاردة بنتكلم على قارة بها 1.3 بليون مواطن، 60% منهم أقل من 30 سنة، فالفرصة كبيرة جدا. ولكن لازم نبدأ من التأكيد على أن الاستثمار في البشر هو أي بداية أي جهود للتنمية تتم، لأن كل الجهود اللي إحنا ممكن نعملها في هذه القارة من خلال تعاون مشترك، لو ما كانتش مركزة على الإنسان والاستثمار في العنصر البشري، مش هتضمن استدامة هذه الجهود. الحاجة الثانية إنه القارة يعني لديها زيادة في معدلات الاستثمار، على الرغم من انخفاض معدلات الاستثمار على المستوى العالمي، إلا إن القارة الحمد لله يعني نجت من هذا الانخفاض الشديد اللي حصل في الاستثمار على مستوى العالم. وده ما جاش من فراغ، ده ما جاش من القارة، بذلت دول كتير، بذلت جهد كبير في برامج الإصلاح الاقتصادي. طبعا مصر من مقدمة هذه الدول، في برامج كتير للإصلاح الاقتصادي، في برامج كتير خاصة بالحوكمة، رفع من مؤشرات الحوكمة بالنسبة لهذه القارة. لدينا عدد من المناطق الاقتصادية، ومن أهمها أيضا القارة فيها أكثر من 200 منطقة اقتصادية، مصر بها عدد من المناطق الاقتصادية، وأهمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس اللي هيبدأ فيها إن شاء الله المنطقة الصناعية الروسية اللي سيد الرئيس أعلن عليها، وإن هتبدأ فيها مجموعة من المصانع، وبالتالي هيبقى المنشأ لهذه الصناعات تأخذ المنشأ من القاهرة، ويبقى في التصدير تستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة اللي مصر عاملاها مع هذه الدول، في سواء في الاتحاد الأفريقي أو في الكوميسا. اتكلمنا أيضا على مجموعة كبيرة من النقاط الهامة الخاصة في جلسة الصبح، مثلا على التعليم والبحث العلمي، وأهمية الشراكة بين مصر وأيضا روسيا في مجال البحث العلمي كبيرة جدا، لأن احنا النهاردة بنتكلم على منطقة نووية في الضبعة، في مدرسة نووية بتتعمل، بنتكلم على أيضا التدريب الصناعي اللي هيبقى مرتبط بهذه المصانع، بنتكلم أيضا على الاستثمار التمويل. القارة بتعاني من بعض التحديات الخاصة بالبنية الأساسية مثلا، وبالتالي هذا بيحتاج استثمار كبير.
الاستثمار الكبير ده بيجي من تمويل اما من المؤسسات الماليه، او النهارده مصر يعني بتشرف انها لديها اول صندوق سيادي مصري، فبننضم الى قائمه الدول الافريقيه التي لها صناديق سياديه، فبيبقى في شراكه ما بين هذه الصناديق والصندوق الاستثمارات العامه الروسي، بحيث ان يبقى في مشروعات public private partnership، حكومة مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في عمليات التنمية وفي كل جهود التنمية. ممتاز. طبعا هناك حديث وأسئلة كثيرة تطرح حول ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا للدول الإفريقية، خاصة أنها معظم الدول الإفريقية أصبح لديها معدلات نمو هائلة على المستوى العالمي ومنها مصر. هل ما زالت روسيا تنظر للدول الإفريقية على أنها سوق، أم هناك تغير في الثقافة؟ طبعا الدول الأفريقية سوق مما لا شك فيه، سوق كبير، سوق كبير بيتمتع بحجم السايز، حجم السوق، بالإضافة أيضا إلى العمالة التي تتوافر، الأيدي العمالة التي تتوافر، وبالتالي ولكن عشان كده بنؤكد دايما أنه أنا لو ما استثمرتش في القوى العاملة، لو ما دربتش هذه القوى العاملة، مش هقدر أنها استفيد منها أن هي تحسن وتدي تنافسية للمنتج. فإنك النهاردة عايز تستخدم هذه القارة كمكان للصناعة، لأن أنت تستفيد من مناطق التجارة الحرة، لابد أن يتم استثمار في العنصر البشري ويتم استثمار في تدريب العمالة المؤهلة عشان تبقى الصناعات بتاعتي صناعات تنافسية. روسيا متقدمة جدا في العلوم والتكنولوجيا، ويعني آخر الدراسات بتؤكد أنه كل دولار بيتم استثماره في البحث العلمي وفي العلوم بيعود بحوالي 4 دولار على عائد على الاستثمار في هذه الدول. فمهم جدا أن احنا نستفيد أيضا من العلوم والتكنولوجيا، خصوصا ان احنا عندنا شراكه في مصر في مجال الاقمار الصناعيه والاستشعار عن بعد، وده من المجالات المهمه جدا اللي احنا ممكن نتعاون فيها. مصر طبعا بالاتفاقيات التجاره الحره، سواء كانت اتفاقيه كوميسا او الاتفاقيات التجاره الحره مع الاتحاد الافريقي، هي بوابه لدول الافريقيه. طبعا عندنا مجموعه من المشاريع اللي بنعملها احنا في افريقيا لمد خطوط الطرق والسكك الحديديه، كل ده يعني بيبقى من الأمور الهامة جدا اللي احنا ممكن نستخدم مصر تبقى هي البوابة، ان احنا بنصنع منتجاتنا في تبقى بتأخذ المنشأ، الصناعات تأخذ دول المنشأ في مصر ويتم تصديرها وتستفيد من التعريفات، يعني انخفاض وعدم وجود تعريفات جمركية على هذه المنتجات. دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا، وطبعا بنتمنى لك التوفيق في كل الجلسات التي ستشاركين بها. شكرا جدا يا فندم. مشاهدينا الكرام، ابقوا معنا في مال وأعمال وأكسترا نيوز لمتابعة المزيد عن مجريات مؤتمر سوتشي. تسعى روسيا لترسيخ تواجدها الاقتصادي في إفريقيا من خلال المنتدى الاقتصادي المنعقد هنا في سوتشي، لكن الساحة ليست خالية، فدول عديدة سبقت روسيا في الاستثمار في إفريقيا. الصين مثلا تعتبر من أقوى الدول المستثمرة في إفريقيا، حيث تجاوزت قيمة صادراتها لدول جنوب الصحراء الكبرى 37 مليار دولار وفقا للبنك الدولي، وهذا يشكل 16.14% من صادرات الدول الأجنبية لهذه الدول. تأتي بعد ذلك ألمانيا بصادرات تبلغ 13 مليارات و442 مليون دولار، أو ما يعادل 15.9%، وتلي ألمانيا الهند بقيمة مقاربة وبنسبة مقاربة. نجد بعد ذلك الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تصل لـ 11 مليار و741 مليون دولار.
ثم المملكة المتحدة بأكثر من 6 مليارات دولار أو ما يعادل 2.17% من كعكة الصادرات. اليابان متواجدة أيضا في إفريقيا بصادرات تبلغ 6 مليارات و 178 مليون دولار، و تأتي روسيا في ذيل هذه القائمة بصادرات بقيمة 2.485 مليار مليون دولار أو بنسبة 1.1%، وهذا وفقا لتقديرات البنك الدولي في عام 2017. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم من مؤتمر سوتشي، مؤتمر روسيا إفريقيا، والذي يعنى بالعلاقات الاقتصادية ما بين روسيا والقارة الإفريقية. يشرفنا الآن معالي وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا فرصة جيدة جدا لالتقاء الأفارقة وروسيا، لكن مصر تحديدا وحضرتك بشكل خاص كان ليك لقاءات مع نظيرك الروسي. حدثنا عن مرحلة العلاقات التجارية والصناعية حتى الآن. هو الحقيقة الملف التعاون المصري الروسي ملف مهم جدا بالنسبة لي. أنا خلال سنة بعمل مع زميلي وزير التجارة والصناعة الروسي للإسراع وتحقيق نتائج يعني ملموسة. الملف ده يعني شغالين فيه بقاله مدة كبيرة جدا من قبل ما أجي الوزارة، وخصوصا التركيز على المنطقة الاقتصادية الروسية والتعاون فيه لانضمام مصر للاتحاد الأوراسي، طبعا برعاية طبعا دولة روسيا هي أحد الأعضاء، لكن كمان هي المنسق العام والرأي العام يعني للاتحاد، أو لها دور كبير يعني في دعم هذا التوجه أن مصر تنضم للاتحاد الأوراسي. فالحقيقة كان موضوع مجموعة ملفات مهمة قوي، يعني استدت أنها تقريبا اتقابلنا في خلال سنة يعني يمكن 5 مرات. المنطقة الاقتصادية الروسية مهمة جدا لنا، التكنولوجيا الروسية بتتطور يوم بعد يوم، وكذلك اهتمامهم بالاستعانة بالمنصة المصرية في العمالة الاقتصادية الممتازة واللي مدربة. احنا عندنا الصناعة في مصر مبتدتش يعني من قريب، احنا عندنا صناعة ابتدت 1940، فحتى لو ما كانش الصناعة واصلة لدرجات عالية قوي، لكن عندنا خبرات وعندنا مجموعة كبيرة جدا من الصناعات المغذية والعمالة المدربة والعمالة القابلة للتدريب. فكل ده الحقيقة يعني بيشكل فرصة كبيرة للاقتصاد الروسي ان هو يستفيد بالشراكة معنا ويستفيد بالتواجد بتاعنا في المنطقة والأسواق الإقليمية الأفريقية والعربية وحتى الأوروبية. فالكلام ده لازم كان يتم بأنه يتم تفعيل المنطقة الاقتصادية في أسرع وقت يعني، وده الحقيقة أنا شغال عليه بقوة، لأنه في النهاية لازم نحصل على نتائج، لازم الدنيا تتحرك، لازم يبدأ الإنتاج. أنا بالنسبة لي الصناعة معناها أنه بدأ إنتاج، قبل كده ما فيش حاجة تحسب عندي. حضرتك شهدت توقيع مذكرة تفاهم في مجال تصنيع الزيوت، ودي طبعا تواجد القطاع الخاص المصري، وده شيء جيد جدا أنه نلاقي أيضا هناك نتائج على مستوى مشاركة القطاع الخاص. ما أهمية هذه الصفقة أو مذكرة التفاهم على الأقل؟ هو بالنسبة لي هي رمز لأن الحاجات بتتحرك، يعني أنه يعني القطرة بداية الغيث يعني. فكان مهم قوي، وخصوصا طبعا مشروع من المشاريع الهامة، قطاع من القطاعات الواعدة، واللي قدامه كمان نفس القصة، فرص تصديرية للأسواق الإقليمية بتاعتنا. هل نتوقع أن تشهد هذه القمة وهذا المنتدى الاقتصادي توقيع صفقات واتفاقيات أخرى، أم فقط تلمس للفرص ربما؟ لا، هو تلمس للفرص و
تحديد ومعرفة من إخواتنا الأفارقة بالمجهودات التي تتم وكيف يستطيعوا الدخول معنا في هذه المنظومة لاستفادة القارة. أنا بشكر حضرتك جدا المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري. أشكرك شكرا. كرام، خلال منتدى روسيا إفريقيا المنعقد في سوتشي كانت هناك فرصة للقطاع الخاص المصري لأن يتوسع من خلال الشراكة مع الجانب الروسي، وقد شهدنا بالفعل التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين الطرف المصري والطرف الروسي للتوسع أكثر. لتفاصيل عن هذه مذكرة التفاهم بالأحرى يشرفنا الآن المهندس يحيى الشفعي، وهو المدير التنفيذي للشركة المتحدة لتصنيع الزيوت والعبوات. أهلا وسهلا بحضرتك. نحب نعرف أكثر تفاصيل عن مذكرة التفاهم اللي تم توقيعها اليوم مع شركة أفكو، وهي من أكبر الشركات الروسية العاملة في القطاع الخاص بكم. تمام، هي مذكرة شراكة، it's a joint venture هيتعمل في مصر إن شاء الله. Joint venture في مجال الزيوت والدهون، بالأخص السبيشاليتي فاتس في مصر والزيوت النباتية والتصنيع الزراعي. ما قيمة الصفقة؟ Joint venture الأيم بتاعها في حدود الـ 300 مليون دولار، ده into different sectors من البروجيكت كله. حضرتك اتكلمت في المؤتمر الصحفي انه في اسواق جديده بتستهدفوها في الفتره اللي جايه، ممكن ناخد فكره عن الاسواق دي؟ الهدف ان احنا نستغل موقع مصر والاتفاقيات اللي بين مصر وبين الدول الافريقيه بحيث ان احنا نقدر نصنع في مصر ونصدر من مصر الى افريقيا، وبالاخص احنا اوريدي بنشتغل في الدول اللي هي شرق افريقيا، شرق جنوب افريقيا، ايست افريكان بلوك كله، وبنهدف ان احنا نخش سنترال افريكا وويست افريكا كمان. نحب نعرف من حضرتك ايه اللي هتضيفه شركه افكو الروسيه وهي من كبريات الشركات في هذا المجال. افكو از ذا ليدنج شركه، هي الروسيه الشركه الروسيه اللي عندها الليدرشيب في المجال ده في روسيا وفي الدول اللي هم ايسترن يوروبيان، وهم عندهم التكنولوجي والنو هاو في اختصاصيات سبيشاليتي فاتس. انا بشكر حضرتك جدا مهندس يحيى الشفعي. شكرا لك. ميرسي. اشكرك. اهلا بكم. تتراوح قيمة الاستثمارات الروسية في إفريقيا بين 8 و10 مليارات دولار، وخلال الفترة من 2010 وحتى 2017 تضاعفت الصادرات الروسية إلى إفريقيا لتصل من 5 مليارات إلى نحو 15 مليار دولار. الروس يستثمرون بشكل قوي في قطاع الطاقة، وراسنفت تعتبر من أكبر الشركات النفطية في العالم، وهي أكبر شركة نفط في روسيا، واستثمارها الأهم في إفريقيا هو إتمام صفقة شراء 30% من حق الامتياز لاستثمار حقل ظهر المصري في البحر المتوسط، والذي تشاركته آنذاك مع شركتي إني الإيطالية وبي بي البريطانية وصندوق مبادلة الإماراتي. حقل ظهر من أكبر الحقول في الجرف القاري في المتوسط، وتقدر احتياطيات الغاز ب 850 مليار متر مكعب، ومن المنتظر أن يرتفع الإنتاج إلى 78 مليون متر مكعب يوميا. لوك أويل أكبر شركة نفط خاصة روسية، ولديها أيضا أعمال استكشاف واستثمار في حقول النفط في دول إفريقية منها غانا وساحل العاج والكاميرون وسيراليون ونيجيريا باستثمارات تزيد عن مليار دولار، وهي تشارك حاليا في 3 مشروعات بمصر. لا تقتصر أعمال عملاق الغاز الروسي غازبروم في إفريقيا على استثمار حقول النفط والغاز، بل تشارك أيضا في مد خطوط الأنابيب وغيرها من عناصر البنية التحتية في مجال الطاقة، وتزيد استثمارات غازبروم في القارة عن 500 مليون دولار. نذهب لقطاع آخر وهو القطاع النووي، وروس أتم تعمل في مجال بناء المحطات النووية واستكشاف وإنتاج اليورانيوم، لكن مشروعها الأهم في إفريقيا هو محطة الضبع النووية في مصر، والذي ينتظر أن يحدث نقلة علمية وتكنولوجية، وتتفاوض الشركة حاليا على 15 مشروعا في إفريقيا.
نذهب لمجال آخر، شركة الروسا طبعا شركة الماس، وهي تتواجد في أنغولا في مجال إنتاج الماس والطاقة المائية منذ عام 1992، وتمتلك نحو ثلث أسهم شركة كاتوكا للتعدين المنتجة لنحو 7 مليون قيراط من الألماس سنويا، ولديها أصول في بوتسوانا كذلك. القطاع الآخر الذي تدخل فيه روسيا هو قطاع التمويل، ولاحظنا أنه في عام 2017 أصبحت روسيا مساهما في أفر أكسن بانك، وهذه مؤسسة تمويل ومقرها القاهرة، وتستهدف دعم التجارة في إفريقيا، وربما يدعم ذلك التواجد الإفريقي في دول البريكس، وطبعا روسيا عضو مهم في هذه المنظومة. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا سريعا لأبرز الشركات الروسية العاملة في إفريقيا. مشاهدينا، ونتابع الآن الجديد في معرض بيزنكس 2019. يقدم بيزنكس في دورته الثانية على التوالي من قلب القاهرة من 7 إلى 9 من نوفمبر 2019 فرص استثمار تجارية وعقارية وتمويلية غير محدودة تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة. كونه أول وأكبر معرض استثماري في مصر، يضم بيزنكس 6 أقسام متنوعة حتى يضمن لك تحقيق استثمار تجاري ناجح. القطاع الاستثماري التجاري والتصديري سيساعدك إذا كنت ترغب في توسيع نطاق عملك ونشر علامتك التجارية أو تصدير منتجاتك. القطاع التمويلي والمالي سيوفر لك أبرز فرص التمويل والخدمات والتسهيلات البنكية والمالية لتلبية احتياجاتك. قطاع مقدمي الخدمات والاستشارات يسهل الخطوات اللوجستية لإقامة مشروعك. القطاع الحكومي سيسهل عليك خطواتك القانونية الأخيرة لتنفيذ مشروعك. مهما كانت تطلعات عملك، يقوم بيزنكس 2019 بتغطيتها على مدار 3 أيام من التواصل والاستكشاف. يجمع بيزنكس 2019 أكثر من 300 عارض ومستثمر دولي ومحلي، ويقدم المؤتمر ورش عمل وجلسات نقاشية واستشارات من خلال أهم الخبراء ورواد الأعمال لمشاركة قصص نجاحهم، ويقدم مسابقة بيزنكس لريادة الأعمال للشركات الصغيرة للفوز بجائزة تدعمهم لبدء مشروع أحلامهم. بعد إتمام أكثر من 100 صفقة تجارية بقيمة 150 مليون جنيه في بيزنكس 2018، عاد المعرض بشكل أقوى هذا العام لتشكيل المزيد من الشراكات التجارية وتوفير فرص استثمارية أقوى لتعزيز الاقتصاد المصري ككل. سجل حضورك على موقعنا واستكشف آفاق مستقبلك. بيزنكس، أعمالك تنطلق من هنا. مشاهدينا، مشاهدي برنامج مال وأعمال، أهلا بكم، وهذا اللقاء مع السيدة ملك العشيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى بشركة بيزنكس. نتحدث معها عن الدورة الثانية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس، وهو المعرض الأول من نوعه في مصر حيث فرص الاستثمار والامتياز التجاري. أستاذة ملك، أهلا بيكي. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك على مال وأعمال. أهلا وسهلا. إحنا بنتكلم عن معرض بيزنكس، المعرض اتعمل السنة اللي فاتت في نفس التوقيت تقريبا. أكيد السنة اللي فاتت كان شكل والسنة دي فيه جديد، أكيد هتطوروا وأكيد هيكون فيه شكل جديد من المعرض حضراتكم هتقدموه. إيه الجديد في المعرض السنة دي؟ إحنا الأول خلينا نشرح الفكرة بدت تطورت إزاي. تمام. الفكرة كانت إن إحنا بيجيلنا كنا من المصريين اللي عايشين بالخارج، إحنا عايزين ننزل مصر ومش عارفين نشتغل في إيه، عايزين نعمل بيزنس، إيه فرص البيزنس اللي ممكن تبقى متاحة في مصر نقدر نعملها. تمام. أو من الشباب هنا في مصر، أنتوا كزراعة تسويق الفرص الاستثمار في مصر كشركة بتسوق للفرص الاستثمار والبيزنس نقدر نعمل إيه؟
فبدينا الأول إن إحنا كنا بنجيب فرص البزنس مع مجموعة صغيرة من المستثمرين أو من اللي عايزين راغبين في فرص يبدأوا مشاريعهم، ونجمعهم في مكان واحد ويحصل بينهم التعاملات أو التعاقدات اللي تبقى مناسبة في إطار القدرة المالية عند كل مستثمر مع الشركة اوريدي اللي عايزة تتوسع. تمام. وطالبة انها تتوسع من خلال مستثمر اخر. فدي كانت البداية، لقينا ان في طلب اكتر والموضوع توسع اكتر بعد ما نزلنا في المحافظات، في المنصورة كوجه بحري وفي اسيوط كوجه قبلي، لقينا ان في طلب شديد جدا، لقي ان احنا عايزين فرص اكتر تدعم الشباب في مستوى المستثمر المتوسط او الصغير، ويقدر ياخد الشركة او البراند دي في المكان اللي لسه ما كانتش توسعت فيه. تمام. ففكرنا ان احنا نعمل الموضوع بشكل متسع اكتر في القاهرة ونجلب كل الشركات. انتوا حضراتكم بس الفكره اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي بدأناها تقريبا من 2012؟ بدأناها 2016. تمام. أيه بالظبط. وتدرجت تدرجت من المحافظات الى ان احنا بنعملها بشكل دولي. بندعو كل الشركات سواء المحليه او الدوليه او الاقليميه بالذات في المحيط العربي، انها لو ما كانتش فتحت افرع او العلامات التجاريه دي ما كانتش لسه توسعت في مصر، لا ممكن تتوسع من خلال شريك مصري او شركه مصريه بتاخد العلامه التجاريه دي وتنتشر بيها في مصر، او ان الشركات المصريه دي يجي لها مستثمرين من الخارج تاخد العلامات في المدن او في البلاد اللي مش موجوده فيها، او هو المستثمر الاجنبي ده بيضخ رأس مال مع الشريك المصري هنا في ان هو يساعده ان يروح في المحافظات او يفتح افرع اكبر او يكبر الشركة بشكل عام. حضراتكم بتطوروا وبتنموا العلامة التجارية اللي هي صنع في مصر. بالزبط. على مستوى العالم وعلى مستوى الداخل. بالظبط. تمام. صنع في مصر بقى مش تسمى ما تشملش بس المنتج التصنيعي، هو بتشمل كمان الخدمات. خدم. تمام. فاحنا بنشتغل على الصعيدين، الفرص الاستثمار الخدمية. سواء هديك مثال، مثلا مراكز الرياضة، الجيم، السبا، مراكز حتى الأشعات، مراكز التحاليل، كل ما هو خدمي، المراكز التعليمية، مراكز الترجمة، كل ما هو خدمي، غير كل ما هو منتج مصري عايز يتوسع او يطلع بالمنتج ده للخارج من خلال شريك اخر. تمام. وبدأنا في السنة اللي فاتت عملنا المعرض الاول في دورته الاولى بيزنكس، والسنة دي هي الدورة الثانية. والدورة الثانية الجديد بقى اشرح لك بقية الموضوع. طب اوكي تفضل. ان المنظومة لازم تبقى متكاملة بوجود الفرص دي اللي احنا بنتكلم عليها، والجهات التمويلية من بنوك وغير بنوك، والأماكن أو المواقع سواء كانت مواقع تسمح بإنشاء مصانع أو مصانع أوريدي زونز معمولة لإقامة المصانع، أو لوكيشنز في المدن الجديدة اللي بتفتح، وكمان يبقى عندنا القطاع الخدمي اللي هو بيشرف على اللوجيستكس بتاع أي بيزنس إنه يقام، من مكاتب استشارات قانونية، محاسبة، تسويق، ما خلافه. فهذه هي المنظومة. وتكتمل بالمعلومة العلمية واللي هي ذات الخبرة من خلال المؤتمر اللي بيقدمه المعرض. تمام. فيبقى كده حاولنا ان احنا جمعتي كل القطاعات مع بعض. بالظبط. بالظبط. عشان تطلعي في الاخر العلامة التجارية اللي تنتشر في العالم وفي الداخل المصري. بالظبط كده. تمام. طيب الجديد السنة اللي فاتت بالظبط كان عندنا 7000 زائر، السنة اللي فاتت كان عندنا مساحة 5000 متر، مش متذكر بس الارقام صحيح. الفلوس اللي دخلت، لكن السنة دي حضراتكم بتهدفوا للتطوير وزيارة المساحات دي وزيارة الاعداد اللي جاية، فايه الجديد اللي حضراتكم عملتوه في السنة دي علشان تزيد الاعداد دي؟
السنة دي انضم إلينا بشكل مركز قطاع التصدير، مش بس تصدير علامات تجارية، لا تصدير منتج بمعنى المنتج، وبمشاركة وإدارة مجالس التصديرية المصرية في 5 قطاعات محددة: قطاع المنسوجات بالملابس، وقطاع الكيماويات، وقطاع الهندسي، وقطاع الغذائي. تمام. ده المجالس التصديرية بكامل قواها نازلة بتدير هذا المكان من خلال المشترين أو البايرز اللي جايبينهم من أفريقيا ودول العربية أو من الخارج لتصدير المنتج المصري. تمام. وبنشتغل على صغار المصدرين ومتوسطي المصدرين. تمام. مش لازم تبقى كيانات كبيرة. فده زون التصدير يعني بكامل أركانه موجود معانا. في الزون التاني اللي احنا لقينا انها مهم ان احنا نحطه معانا، اللي هو زون التوظيف. تمام. من خلال البي جوب فير برضو هيقوم بإدارته شركة توظيف كبيرة معانا، شريك جوب نايل، هما لعرض كل فرص التوظيف للشباب. تمام. زائد طبعا المؤتمر بيشرف عليه الأكاديمية البحرية بخلاف الجامعة الأمريكية، في من خلال حاجة اسمها فانشر لابس، وجامعة والأكاديمية المصرفية العربية بتقدم بقى المعلومة اللي هي الموثقة من الأساتذة والجامعة ومش بس الأكاديميين، بس أصحاب الخبرة العملية اللي تقدر تفيد الحاضرين من المعرض. تمام. كل اللي حضرتك بتحكي فيه ده لن تستطيعوا العمل عليه إلا من خلال دعم حكومي. صحيح. فبالتأكيد هناك دعم حكومي لحضراتكم علشان ينجح هذا الأمر من خلال جذب المستثمرين من الخارج وتطوير أعمال المستثمرين في الداخل، وأيضا دخول الشباب الجدد في مجال الاستثمار. إيه الدعم الحكومي اللي قدم لكم؟ ما كناش نقدر نعمل ده كله أصلا من البداية من غير دعم الحكومة. تمام. تبنت الفكرة من الأول وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، من أول ما كنا بنعمل ملتقيات صغيرة تبنت الفكرة بالمنظوم الكبير أو بالمنظار الكبير بتاعها. فعندنا الدعم بالرعاية والحضور من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جلب كمان مستثمرين من الخارج ونشر المعرض وترويجه للدول المختلفة، والتجارة والصناعة بالمجالس التصديرية المصرية، ومركز تحديث صناعة برضو متواجد معنا بهويته وخدماته. هيئة الاستثمار نازلة بالخدمات المستثمرين اللي تقدر تقدمها لكل مستثمر، من تأسيس شركات لكل الإجراءات القانونية واللوجستية اللي تقدر ان هي تقدمها المستثمر الخارجي او من المحلي. وأخيرا بقى مجلس الوزراء بالدعم، وإن شاء الله نطمح زي ما دعمنا السنة اللي فاتت بالرعاية نطمح السنة دي بالحضور والافتتاح إن شاء الله. إن شاء الله على خير. الشباب هم عماد الأمة، الشباب هم عماد مصر، الشباب هم العمود الرئيسي والأساس اللي بيقام عليه أي شيء في الداخل المصري، إن هم الأكثر عدد وإن هم أصحاب القوة والفتوة وأصحاب الفكر الجديد. ايه دور الشباب مع حضرتك في بيزنكس في تنظيم ذلك المعرض والعمل على انجاحه؟ الشباب يعني هو احنا ما كناش نقدر نعمل حاجه من غيرهم. يعني كل التيم الحقيقه اللي شغال على بيزنكس من الشباب يتراوح عمر ما بين حتى لحد 19 سنه. في التيم اللي هيبقى على الارض اللي بينظم داخليا على في الواقع حوالي 100 شاب وشابه متطوعين نازلين بيشتغلوا شغل جدي معانا، غير التيم المبيعات، غير تيم التسويق بكل الافكار المبتكره، بكل يعني ساعات كتير يبقى افكار كده اقول لهم يا جماعه ان السوق مش هيتقبلها، لا هم بيبقوا صح والسوق بيتقبلها. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي الكينج النهاردة في التسويق، فهم كلهم بيبقوا خبرة في المجال ده عن جيلنا احنا،
فلا الاعتماد الأول والأساسي والأخير هم الشباب بكل أفكارهم بكل التطلعات اللي هم شايفينها اللي زيهم في سنهم بيبقوا محتاجينها، بنحاول نطبقها على قدر المستطاع يعني إن شاء الله السنة دي، ويبقى حدث يليق بينا كلنا إن شاء الله. إن شاء الله موفقين بإذن الله. إذن الحكمة، حكمة الكبار أو الجيل الأقدم بعض الشيء مع دور الشباب في الحركة والجديد والحديث في المجتمع، بالتأكيد هيطلعوا حاجة كويسة في معرض بيزنكس. شكرا جزيلا لك الأستاذة ملك العشيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيزنكس. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. أول مرة معرض في مصر بيتيح المجال لمشاركة شركات في مجال المحاسب القانوني، التخصصات القانونية والضريبية والمالية. نتكلم على فرانشايز، نتكلم على تمويل، ونتكلم على بزنس كونسلتيشن. على طول في فولو أب رهيب من الناس. المعرض هنا طبعا على مستوى التوقعات، في شركات كبيرة، في مشاريع مايكرو فاينانس كتير، فرصة كويسة لشركات كتير يعني بالذات اللي هي بره مصر. المعرض بالنسبة لي بيفيد شريحة كبيرة جدا من المستهدفين من الفرانشايز اللي موجود. المعرض كان فرصة هائلة لأي شركة بتبتكر أو بتفكر في أسلوب جديد لتنفيذ بزنس مصر. لاقين فرصة ممتازة هنا، معرض ما شاء الله ممتاز، مدعوم من وزارات عدة من عندكم. أنا مبسوط طبعا إن احنا موجودين هنا في بيزنكس، وفرصة كبيرة جميلة عجباني. مشاهدينا مشاهدي برنامج مال وأعمال، أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من الدورة الثانية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس. هذا المعرض الذي يعد هو الأول من نوعه في مصر من حيث فرص الاستثمار والامتياز التجاري. لمزيد من التفاصيل حول ذلك المعرض وحول فرص الاستثمار في مصر، معي الآن الدكتور أحمد صبحي حميدو، عميد الكلية السويسرية للإدارة في مصر وفي المملكة العربية السعودية. دكتور أحمد أهلا بك. أهلا بسيادتك. أهلا بحضرتك. الله يخليك. خلينا نبدأ مع حضرتك عن ليس المعرض تحديدا معرض بيزنكس، ولكن المعارض التجارية لتنمية وتشجيع الاستثمار، ومن ضمنها ذلك المعرض الذي نحن بصدد الحديث عنه. عظيم. هو احنا لو بصينا على السوق المصري عشان نقيمه لازم نقيمه بحاجة احنا بندرسها في الاقتصاد اسمها اجمالي الناتج المحلي. تمام. اجمالي المحلي المصري رقم جيد، لكن عند لما نعيد توزيعه على الناس نلاقي ان حصة كل واحد من هذا الناتج المحلي حصة ضئيلة، وبناء عليه الحل الوحيد ان احنا مش ان احنا نعيد توزيع الثروة، اكيد ده قد يكون جزء من الحل، ولكن ايضا كمان ان احنا نعظم هذه الثروة. تعظيم هذه الثروة يأتي من حركة التجارة وحركة الصناعة، وكل البلدان اللي حوالينا في المنطقة اللي اتحركت في ملف المعارض التجارية أصبحت الآن يعني مصدر جذب للاستثمارات ومصدر جذب للحركات التجارية وما شابه. فمعرض بيزنكس هو أحد المعارض الذي يضعنا في أول مصاف هذا الطريق، إن احنا يبقى عندنا حركة تجارة وحركة صناعة تخلينا نشوف السوق بشكل أكبر، تخلي إن حجم الاقتصاد نفسه يكبر، فبالتالي نصيب كل فرد بينا من هذا حجم الاقتصاد يكبر، فبالتالي الناس تشعر اللي هو الدرس الأول في الاقتصاد، ما هو دور الحكومة؟ تعظيم رفاهية المواطن. كيف تأتي رفاهية المواطن؟ إن حجم السوق يكبر، فبالتالي كمان فرص العمل تأتي. فرص العمل تأتي لأن احنا لما نشوف البنك الدولي بيقول ان احنا محتاجين مليون فرصة عمل في السنة، لما نشوف مثلا الحكومة المصرية نفسها بتصرح ان احنا محتاجين 750 ألف فرصة عمل في السنة، ايه اللي هيولد هذه الفرص؟ التجارة والصناعة والتصدير وكل الملفات التي يخدم عليها معرض مثل بيزنكس. ايه الفرص اللي موجوده في مصر من كل الحركه اللي انت عنه ده؟ يعني حضرتك بتتكلم عن الفرص الخاصه بالاعمال، لكن داخل السوق المصري ايه الفرص اللي ممكن نجدها او يجدها مستثمر او يجدها الشاب اللي هيعمل وهيدخل في ذلك السوق حتى يتم العمل عليها وحتى يتم الاستثمار فيها؟ صحيح. هو السؤال الاول، هل مصر سوق جاذب ام سوق غير جاذب؟ الاول لازم نرد على السؤال ده. تمام. مصر سوق جاذب، مش برايي لان انا مصري واحب وطني واتكلم عنها بشكل ايجابي ده في التاكيد، ولكن برايي المنتدى الاقتصادي الدولي الورلد ايكونوميك فورم بيصدر سنويا تقرير اسمه تقرير التنافسيه. خلاص تقرير التنافسيه بيضع ترتيبنا وسط 140 دوله اخرين، احنا ترتيبنا نمر كام؟ ترتيبنا كان متدني، رفع رجع كذا، المهم وصلنا النهاردة ل 93 من إجمالي 140 دولة. ده ترتيبنا العام اللي هو واخد في اعتباراته معايير كثيرة. طب ما تيجي نروح نشوف ترتيبنا كام
في حجم السوق اللي هو الملف اللي يشغلنا دلوقتي اللي احنا بنسأل هل نحن جاذبين ام غير جاذبين. تخيل حضرتك يا استاذنا احنا ترتيبنا 23 من 140 دولة وهو ترتيب متقدم جدا، وهما يعني برأي المنتدى الاقتصادي الدولي وليس برأيي ولا برأي اي حد بيتحيز لبلده ان احنا ترتيب متقدم وسوق جاذب جدا، وده ليه اسباب ان احنا عدد السكان كبير، طاقات استهلاكية واعدة، حجم الشباب نسبة ضخمة، في اقبال على الشراء في قطاعات متنوعة مثل قطاعات التعليم، قطاعات الصحة، قطاعات المأكولات والمشروبات، قطاعات التوزيع، قطاعات سلاسل الإمداد والتوريد. فمصر منصة ضخمة للاستثمار في كل القطاعات وسوق واعد في كل القطاعات. قد تأتي أولويات لأشياء مثل التعليم والصحة والمأكولات والمشروبات ثم سلاسل الإمداد والتوريد، ولكن هذا لا يعني أننا ليس لدينا فرص في قطاعات أخرى. فنحن سوق واعد، وأيضا نحن سوق لا يعتمد على عنصر واحد. نحن لسنا سوق مثل بعض الدول الذي يعتمد على عنصر وحيد، فإذا تأثر هذا العنصر لا يستطيع المقاومة. واللي يثبت ذلك قدرتنا على المقاومة ما بعد 2011. نحن سوق يسمى عند الغربيين resilient economy، يعني سوق عنده قدرة على المقاومة، ولذلك سوق مصر سوق واعد جدا، قدرات استهلاكية ضخمة، فرص عظيمة. هل أرجع ده لسبب أن عندنا موارد بشرية، موارد طبيعية طبعاً متعددة ومختلفة عن باقي دول العالم؟ طبعا، أولا موارد بشرية، ثانيا قدرات استهلاكية، ثالثا إقبال، رابعا احنا بيقول عليه ايه underserved market، يعني ماركت لم يتم خدمته بالطريقة التي يجب خدمته بها. فأي قطاع مثلا حتى قدمت مدرسة متميزة بعض الشيء هتلاقي عليه إقبال أكتر من فتكلمني تقول لي يا دكتور شوف لنا وسط عايزين ندخل كذا، وانت هتدفع فلوس. فده معناه ان هذا السوق سوق واعد. ايضا احنا ركزنا لفترات طويلة على العاصمة، لكن ماذا عن الدلتا؟ وده ميزة معرض زي بيزنكس ناو، بيتوجه بشكل نيشن وايد، يعني على مستوى البلد مش على مستوى المدينة. فمثلا القاهرة ماشي طبعا مدينة مهمة وما شابه، لكن حتى الاسكندرية اللي هي العاصمة التانية ما زالت اندر سيرفد او لم يتم خدمتها كما ينبغي. الدلتا اللي فيها 40% من سكان مصر لم يتم خدمتها كما ينبغي. فنحن سوق واعد يستحق الخدمة، وكل ما هتقدم خدمة جيدة كل ما هتلاقي مردود إيجابي. وهنا يجي دور الشركات والمنصات المتواجدة داخل السوق المصري، دورها إيه الشركات دي وكيفية عمل المعرض على هذه الشركات وهذه المنصات؟ شوف يا سيدي، العالم النهاردة لا يستطيع أحد أن ينجح منفردا. زمن اللي هو الغناء والتغريد خارج السرب وان انا سامضي وحيدا وانطلق، هذا الامر مضى الى غير رجع. نحن نتحدث الان عن المنصات والشركات. هذا عصر يسمى المنصات والشركات، وهم الكلمتين دول يسموا platforms and partnerships. خلاص، ايه المنصه؟ ايه المنصه المفروض تجمع مين؟ المنصه يجب ان تجمع الاكاديميين، مجتمع الاعمال، المجتمع المدني، الحكومه، القوى العاملة. المنصة اللي تجمع دول وينطلقوا من أرضية مشتركة ومسعى لها معرض مثل بيزنكس إن إحنا ننطلق بهذه المنصة إلى جانب الشركات. النهاردة حتى في التسويق ما بقاش في حاجة اسمها إنك تعمل دعاية لمنتج منفردا. ده تلاقي مثلا أحد وسائل نقل المواصلات مع شركة مياه غازية، لو كنت تقول زمان إيه اللي يجيب دول لبعض، لا ينفع الشركات. فمعرض زي ده النهاردة إزاي يستفيد من إن الأكل والتعليم والصحة وكل القطاعات الواعدة في مصر دي تخدم بعضها؟ ما انا لو انا هعمل دوره تدريبيه ومش اثناء الدوره التدريبيه دي بحتاج كيترينج او اكل للمتدربين ولا ما بحتاجش؟ يبقى دي شراكه اهي. طب انا مش هحتاج اثناء هذه الدوره التدريبيه قاعه او مكان او اوتيل، يبقى الفندقه دخلت. كل ده في قطاع، في فكره، ففكره ان انت تعمل وحيدا ما بقتش. النهارده بقى ميزه هذا المعرض ايه؟ ان هو يخلي الناس يتقابل بعض ويبقى هو الماتش ميكر او هو اللي بيصنع هذا كذا. وكمان بقى النهارده نتكلم على الخدمات اللي هي بنسميها تيك انيبل سيرفيسز او الخدمات الممكنه تكنولوجيا. ده اللي احنا بقينا محتاجينه النهارده، واللي معرض زي ده وغيره مصر محتاجاه عشان تقوم، وده اللي دول كتيره في المنطقه قامت بيه. ده للتنسيق ما بين القطاعات المختلفه في السوق. بالظبط بالظبط. طيب حضرتك اكاديمي، عميد كليه، اكيد ليك دور مختلف بعض الشيء عن المستثمرين او مختلف بعض الشيء عن المشاركين في المعرض كاكاديمي داخل هذا المعرض، معرض بيزنس. دور حضرتك ايه في المعرض؟ هو انا يعني عندي كذا
قبعة فمن ضمن قبعتها القبعة الأكاديمية، لكن يعمل أيضا كمستشار لتطوير المؤسسات، وأعمل في أعمل في أشياء عديدة يعني متعلقة بالسمارت. فدورنا هو دائما وأبدا مرتبط بتنسيق الاستثمارات المختلفة على مستوى الدول العربية. فأنا دوري تحديدا هيبقى في فكرة تحديد حجم الفرصة، وإيه القطاعات اللي احنا المفروض نتوجه بيها، والخروج بورقة عمل واضحة تقول إيه القطاعات اللي احنا هنتوجه بيها استثمارات، ثم ان احنا بقى نطلع من الحتة ورقة العمل اللي هي قد تبدو في بعض الأحيان أكاديمية إلى شيء عملي، ان احنا تعالى بقى نجيب الشركات دي ونشوف هنستثمر في مين عندنا في الأكل، مين عندنا في التعليم. فأنا هحاول أخلي القبعة الأكاديمية مع القبعة اللي هي العملية الاثنين يشتغلوا مع بعض. القطاعات اللي حضرتك متخيل ان نتوجه بيها بالاستثمارات، هل هناك قطاعات جديدة يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، او يجب ان يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة غير القطاعات التي نعمل فيها بشكل او واضح خلال هذه الفترة، او بشكل طبيعي وعادي كما نعمل من قبل؟ طبعا بس كل القطاعات اللي مرتبطة بانفاق استهلاكي قولا واحدا فصلا دي يجب ان نمضي فيها قدما، زي الاكل، زي التعليم، زي الصحة وما شابه. الى جانب بقى القطاعات اللي بتخدم ده، زي قطاع مهم جدا في مصر اللي هو قطاع سلاسل الامداد والتوريدات واللوجستيات، اللي هو النهاردة لم يعد الامر منافسة بين الشركات وبعضها، ولكن منافسة بين سلاسل الامداد والتوريد بتاعت الشركات دي نفسها. فازاي اشتغل على اللوجيستكس او اللوجستيات بتاعت الشركات دي واخليها اكثر تنافسيه، وده بقى اللي يخلينا بقى كان نعرف نصدر، واللي يخلينا بقى كان نعرف ناخد حجم السوق، واللي يخلينا ده اللي احنا محتاجين نتكلم فيه. فالنهارده ما بقاش النظريه لوحدها تنفع، ولا بقى التطبيق لوحده ينفع. فلو انا ليا دور في هذا الامر هيبقى هاو تو لينك بتوين ثيري اند براكتس، ازاي يحصل تزاوج بين النظريه والتطبيق يعني. وده اللي حضرتك هتوضحه اكتر خلال معرض باذن الله. شكرا جزيلا دكتور احمد صبحي حميد، وعميد الكليه السويسريه للاداره في مصر وفي المملكه العربيه السعوديه. شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا لكم موصول مشاهدينا على طيب المتابعه، والى اللقاء.